الأصل بأنها أولاً يعني هذه علاقة عقدية، فبالتالي طالما أنه العقد ساري بين طرفيه إذن هي سارية، لأن بعض يعني القروض له مدة محددة. صحيح. الأصل هكذا بأنه محدد المدة، إذن أيضاً التغطية التأمينية محددة المدة، ففي كلاهما عقد يعني متناسق فيما بينهما خلال المدة، فبالتالي ينتهي بانتهاء المدة. أيضا يعني ينتهي بسقوط مثل ما قلنا أنه يعني أدى بأسباب معينة من هذه الأسباب اللي هي ذكرناها، الأفعال الإجرامية سواء كان الانتحار أو خلافه، أو أنه يتم اكتشاف واقعة بأنه هذا العقد أصلا بدأ بطريقة خاطئة، بأنه دخل به بطريقة الغش والتدليس وتبين لاحقا أنه مصاب بالمرض الفلاني أو مبتلى بالعاهة الفلانية أو الصورة الفلانية ولم يفصح عنها. يعني الكثير من المسائل التي تغطي هذا الموضوع، بحيث أنه تنتهي العلاقة التأمينية بانتهاء أو اكتشاف أحد هذه الأسباب. الشكاوى الأكثر شيوعا دكتور فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ الشكاوى الأكثر شيوعا دائما يقولون يعني إحنا الآن، خاصة لما تأتي المسألة تنتقل إلى الجيل الثاني اللي هم الورثة، يقولوا يا الوالد كان مقترض وكان مأمن على القرض، ولكن هذا الآن يطالبون بسداد قيمة القرض، وبالتالي إحنا الآن مفروض أنه هذا القرض مؤمن وأنه كذا، فيكتشفوا بعد ذلك بأنه يعني السبب القانوني ليش ما تسري عليه هذه التغطية التأمينية، لأنه لسبب الأسباب التي ذكرناها سابقا. فهذه من الحالات اللي تمر كثير. أيضا هنالك حالات نقول فيها بأنه البعض يعني يشتكي بأنه عدم وضوح رؤيته في التعامل مع شركة التأمين. الآن بوجود هذا القرار الموحد، لا، التعامل واحد، وبالتالي ما يستطيع أن يقول أنا رحت للشركة الفلانية وقالوا لي كذا أو الشركة الفلانية أبلغوني بكذا. صحيح. الوثيقة موحدة والعمل موحد، فبالتالي ما يسمعه في الشركة الفلانية سيسمعه في الشركة التي يعني مختلفة عنها، وإن كانت اختلفت بالنسبة لهم في التعامل التجاري، إلا أنه في التعامل القانوني كلهم واحد وفي طريق واحد. نعم.